فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا بدأت في حفظ المتون التأصيلية في طلب العلم لوحدي ثم بعد ذلك أحضر لدى فضيلة العلماء لطلب العلم، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، ما هو صحيح. واجب أنك تبدأ بالحفظ والدراسة على العلماء، ما تعد شيء إلا وقد فهمته. أما مجرد الحفظ بدون فهم هذا ما يفيد شيء. نعم.